عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم فيديو جديد. ان شاء الله غادي نديرو لي غاليط، غاطو خفيف زوين زعما كتقدري تدي لوليدات هكا المدرسه ديالهم في الكوتي هكا في الصباح مع القهوه. غادي نبداو على بركه الله بالمقادير ان شاء الله، خليكم معنا. دابا غادي نبداو على بركه الله بالمقادير. عندنا 4 ديال البيضات جبناهم يعني من قبل بحراره المطبخ، وعندنا جوج كيسان ديال الزيت وجوج كيسان ديال السنيده. هذا الكاس كيبقى بحال الكاس ديال العنبه، جوج كيسان. المهم السنيده على حسب الذوق، اللي بغى يدير كاس ونص يدير ينقص من السكر ينقص من السكر. عندنا 4 ديال المعالق ديال الكونفيتور ديال الخوخ، هذاك ديال الخوخ يعني صنع منزلي. وعندنا قشور ديال ليمونه برتقاله، وعندنا شويه قبيصه ديال الملح، وعندنا هذا واحد القشور ديال الحامض معسل. انا كندير واحد العصير ديال الحامض المركز وكنخلي دوك القشور ديالو ما كرميهمش، كنخليهم هكا في الكونجيلاتور كنستعملهم يعني هكا في وصفات. وعندنا الطحين غادي الدقيق على حسب الذوق. وعندنا هنايا خميره فانيا وحده، وعندنا الخميره ديال الكاطو انا كنشريها بالعبار، كتبقى رخيصه واقتصاديه وكتبقى لك يعني في فوق ما بغيتيها تلقايها، يعني كتباع بالعبار ورخيصه ماشي بحال الاخرى، وكن تكون عندك يعني دائما واجده دائما الحمد لله تكون عندك. والطحين على حسب يعني العجين، على حسب ما كيكون العجينه ديالو ما كتكونش قاصحه وكتكون مرخوفه. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله. غادي نبداو على بركه الله، غادي نديروا 4 البيضات. النصيحه يعني البيض خصو يكون يعني بحراره المطبخ باش كينجحوا معنا الوصفات، ماشي بحيث ملي جبتيه من الثلاجه يكون بارد. غادي نزيدو عليه الزيت، جوج كيسان ديال الزيت. الكاس اللي كنعبر به هو العبار ديال الكاس ديال العنبه، يعني واحد لي غاليط كيجيو خفاف وزوينين، المذاق ديالهم كيجي رائع مع داك القشور ديال الليمون والبرتقال، كيجي رائع مع الكونفيتور كيجي مزيان. ونزيدو سنيده سكر الخشن، جوج كيسان، واللي بغى ينقص ينقص، اللي ما بغاش الحلاوه ينقص. قبيصه ديال الملح باش نوازنوا الذوق، ونديروا ديك الساشيه ديال الفاني سكر الفاني تنسيم. غادي نخلطوا المقادير مزيان، هذا الخليط نخلطوه مزيان حتى ينسجم معنا البيض، ونزيدوا قشور ديال الليمون برتقال، ونزيدو قشور الحامض معسل حتى هو كيعطي واحد المذاق رائع، نزيدو الكونفيتور هذا ديال الخوخ صنع منزلي كنديرو في الدار. انا جميع انواع المربى كنديرهم في الدار يعني ما كنشريهمش ديال برا الحمد لله، حتى هو كيجي رائع زعما. ماشي غنشارك معكم في القناه ان شاء الله انواع ديال المربى. نخلطوا المقادير مزيان، الخليط نخلطوه مزيان تينسجموا مع بعضياتهم، تنحسوا بهذيك السنيده كذوب. ومن بعد نزيدوا الطحين الدقيق على حسب الخليط، يعني العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه بزاف، هو قداش ما قصحتيلوش العجينه كيجي خفيف وكيجي مهوي، ماشي بحال هكا درتي الطحين كيجي شويه قاصح. ونزيدو الخميره ديال كندير 4 المعلقات ديال الخميره ديال الحلوه، لاقاش انا عبرت المعلقه كتهز يعني ساشيه يعني 8 غرام كتهز معلقه صغيره، كندير 4 ديال الخميرات يعني فوق عوض ندير 4 الخميرات 4 المعلقات. ونزيدو الطحين ونخلطو المقادير مزيان نعجنوه. وكنبقاو نضيفو الطحين بشويه بشويه، ما نرميوش دقه واحده راك يعني على حسب ما يعني ما عطينيش المقدار بالضبط، يعني كنزيدو بشويه بشويه حتى نحسو بالعجينه يعني تجمعات وما تبقاش تلصق. خليكم معايا غادي نكملو حتى نشوفو القوام ديالو في الاخر.
هو كما كتشوفوا معايا القوام ديالو ماشي قاسح وماشي رطب بزاف، يعني عادي يجي شويه هكا مطلوق. وغادي نبداو. هذه درتنا هنايا القهوه سريعه الذوبان، ودرت معها بيض اصفر، جوج اصفر البيض ومعلقه ديال الحليب، وضربتهم مزيان. هادو بهم باش غادي ندهنوا ان شاء الله لي غاليت ديالنا. وغادي نبداو دابا نكورو هادوك، نشكلو هذاك لي غاليت ديالنا. عادي يعني كوره بحال غريبه، وهي تجي شكل غريبه وهي شويه كبيره. هنايا عندنا صافي حضرنا فيها الورق الطهي، وغادي نستفوهم حتى نكملوهم كاملين معنا وندهنوهم، وغادي نديروهم ندير لهم داك الشكل ديال لي غاليت اللي معروف، وغادي نديروهم يطيبوا ان شاء الله. هم بعد ما كملنا التشكيل ديالهم غادي نبداو دابا ندهنوهم باصفر البيض كما قلت، وقهوه سريعه الذوبان، واحد معلقه ديال الحليب. صراحه كيجي هاد لي غاليت كيجيو رائعين، يديهم هكا الوليدات معاهم للمدرسه، تاكليهم هكا في الصباح مع قهيوه، في العشيه مع فلكوتي، يعني زوينين صراحه، زوينين وساهلين وكيوجدوا في الساع، يعني ما كياخذوش معنا شي وقت طويل ولا فيهم شي تماره ولا، ساهلين. غادي ناخذ واحد الفرشيطه وغادي نبقاو نخططوا هكا، كعارفين الشكل ديال لي غاليت معروف هاد الشكل هذا، كاين لكل واحد، وكاين اللي بغي يدير هاد الشكل، كاين اللي يديرهم شكل عرض طوال هكا طوال، يديرهم بحال عمليه زائد هكا، كل واحد وكي، المهم حريه الاختيار لكل واحد. غادي نكملوا معكم كامل اللاطه. الحمد لله هاد المقادير اللي المقادير اللي عطيتكم داروا لي جوج ديال اللاطات، واحده اخرى بحال هذه الحمد لله كيعطي واحد الكميه معقوله زينه. ملي غادي نكملو غادي ندخلوهم للفران، من بعد ما نكملو تزيين غادي ندخلوهم للفران ونوريكم في الطبق النهائي ان شاء الله في طبق التقديم. اما من بعد ما طابوا معنا هاد لي غاليت طابوا، وشو الشكل ديالهم رائع كيشهي صراحه، كيجيو رائعين خفاف مزيانين، كما قلت لكم لا في القهوه اللي يديهم وليداتك تشربوا مع قهيوه، تديهم وليداتك للمدرسه راهم سخان عاد خارجين من الفران. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، وفعلا كيستحقوا تجربه. وما تنساوناش بلي لايك وبالاشتراك في القناه منوعه جلاد واحد، وشكرا على المتابعه، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله بوصفه جديده ان شاء الله. يلا مع السلامه وشكرا.